وعن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس الجمعية الدولية للشعراء العرب حسين العبدالله. سيد حسين العبدالله، مرحبا بكم في اليوم العالمي للغة العربية. كيف ترى واقع اللغة؟ مرحبا بكم أستاذ أهلا كريم، بك سيد مساء الخير الكريم. للجميع. أهلا بك سيد. شكرا لهذه الاحتفالية التي هي لابد واجب علينا أن نحتفل بهذه اللغة المشرفة بالقرآن الكريم. قبل أن أقول رأيي دعني أقول بيتين من الشعر. قل للغات إذا ما غرها نسب، من مثلها لغتي لله تنتسب. الضاد قد رفعت لما بها نزلت، اقرأ ولا رسل من بعد أو كتب. الضاد شمس وغير الضاد هم شهب، إن تسطع الشمس لا بدر ولا شهب. كنا يا سيدي الكريم اليوم في دعوة في كلية الإلهيات في جامعة مرمرة، صراحة كان هناك مهرجان للغة العربية، وعندما ترى الأتراك يحتفلون باللغة العربية وبهجتهم الطلبة والدكاترة والأساتذة، والله تشعر بنشوة عجيبة. وأنا كنت بشارك بقصائد، ولكن بعيد عن القصائد والشعر كنت أشعر أني في احتفال وكأنه عرس بالنسبة لي صراحة. سيدي الكريم، لغتنا هي رداء، هي جزء هام من هويتنا العربية، ومن يتخلى عن هذا الرداء أراه قد تعرّى. ونحن اليوم ولا شك نواجه صعوبة كبيرة، خاصة والملايين منا باتوا في بلدان المهاجر هنا وهناك. وأرى أن واجب الآباء تحديدا اليوم، هي رسالة سريعة، أن يكون لهم الدور الفعال في التمسك بهذه الهوية الهامة، أن يعلموا أولادهم، لأننا مضطرون اليوم جميعا أن نذهب بأولادنا إلى مدارس أجنبية، وهذه المدارس لن تعلم اللغة العربية كما يجب. فأرى دور الآباء حاليا والاهتمام باللغة في بيوتهم بأولادهم، خاصة النشء الصغير، أن يتمسكوا بهذا الدور، يقوموا به على أتم ما يستطيعون من قدرات، من مهارات، من تفاعل مع أطفالهم. لسنا مدرسين ربما اللغة العربية، كثير قد يفتقد ما هي آلية التدريس أو مهارة التدريس، ولكن على أقل القدر المستطاع أرى أن يقدموا لأولادهم ما يستطيعون في هذه البلدان التي نعيش فيها نحن وغيرنا في ألمانيا وغيرها. طيب سيد عبد الله، هناك تراجع واضح للغة العربية خاصة بين أبناء الجيل الحالي، ما الأسباب في ذلك سيد عبد الله؟ والله يا سيدي، أنا وأنا أتحدث مع قناة إعلامية أكن لها كل المودة والاحترام، وقد كان لي استضافات معكم لأكثر من مرة. أرى دور الإعلام هام جدا يا سيدي. اليوم عندما نتابع الكثير من قنوات التلفزة، كثير من برامجنا اليوم باتت تبث لنا شيئا من السموم، ليس فقط بلهجات، انه اللهجات العاميه، اللهجه العاميه بالنهايه لها قدرها، ولكن ان يكون لها هذا الكم الاعلامي، تشعر وكانها موجهه الى اسقاط اللغه العربيه الفصحى يعني. وهناك انا لا اتكلم ايضا عن ربما هناك مسلسلات او غيرها، اتكلم عن برامج يعني ربما ذات الرسالة قد توجه باللغة العربية الفصحى، ونستغني عن اللغة العامية حينها في هذه البرامج. ولكن هناك برامج نرى فيها شيء متدني حتى من نوع الرسالة التي تقدم، ولا أريد أن أشير إلى بعض البرامج، يعني ليس على قناتكم الكريمة، يعني أنا أتكلم بشكل عام طبعا. نعم نعم. فدور الإعلام دور سيد عبد الله، يبدو أن بيني وبينك توادر خواطر، يعني توارد خواطر. بارك الله فيك. فيما يخص الخطاب الإعلامي، هناك من يقول أن الخطاب الإعلامي باللهجة العربية العامية يصل أسرع إلى المتلقي منها إلى اللغة العربية، ما مدى دقة هذا الطرح سيد عبد الله؟ أنا هذا الطرح قد أكون أتبناه. نعم. كي أكون صريحا، أنا أكتب الشعر الفصيح وأكتب بالعامية، ومن خلال تجربتي الشخصية عندما أقول شعرا في العامية يصل إلى الناس بطريقة أسهل وأسرع، لأنها في النهاية هي اللغة التي نعيش بها سيدي الكريم، هي في النهاية لغة أنت تأكل وتشرب معها في يومك وليلك ونهارك. لا. وتنام معها، فهي لغة قائمة بها الحياة. فأكيد عندما يسمع الإنسان رسالة بالعامية قد تصل له بشكل مقرب، ولكن هنا يأتي دور الإعلام بأن يحاول أن يزرع في هذا الجيل الناشئ أن يعيده إلى أصل، والأصل هذا لا بد منه. طبعا هناك تمسك آخر بالقرآن الكريم، من يتمسك به هو تلقائيا يتمسك باللغة وعلومها وآدابها والكثير من حتى فنونها الموجودة في القرآن الكريم. نعم. وهو شامل الكثير منها طبعا، لمشملها كلها طبعا قرآننا. فهنا للأسف من تفلت من يديه التمسك بالقرآن ووجد إعلاما
لا يتمسك ايضا باللغه العربيه الفصحى، واليوم غابت عنا سيد الكريم الجرائد والمجلات المطبوعه، ما عاد هناك اهتمام، ومواقع انت تعلم اليوتيوب، وهذا لا ارى الجيل سيهتم بدافع شخصي وذاتي الا بتوجهه نحو كاباء وحتى كمدرسين في بعض المدارس. لا يزال هناك بعض المدارس العربيه هنا يعني لديهم ايضا او عليهم واجب كبير في هذا التوجه. طيب سيد عبد الله، تعتقد ان العولمه وتغلب اللغات الاجنبيه في التعليم يعني كان احد عوامل تراجع اللغه؟ والله هو يعني عندما نتكلم نحن لا نستطيع ان نضع كل شيء على كتف وشماعه العولمه. طيب العولمه هي اوسع من موضوع اللغه بكل تاكيد، يعني هناك وهي وصلت الى درجه ان تكون حرب وليست فقط عولمه، لسلخ هذه الامه من الكثير من انتماءاتها، ليس فقط موضوع اللغه. هذا الشيء موجود، ولكن ما الذي نقابله نحن؟ كيف نقابله؟ كيف نواجهه؟ حتى لو افترضنا أنه سبب أن هناك عولمة موجودة، نعم هناك أناس أدخلوا لنا، وهذا من عقود سيد الكريم ليس جديدا، لو عدنا حتى إلى 40 و50 سنة، هناك من أدخل إلى من أبناء جدتنا، من ذهب إلى الغرب وعاد لنا بثقافة غربية وحاول أن يبث بعض السموم، ومنهم أعلام للأسف في الأدب يعني، وهناك من تصدى لهم. الصحوة هذه هناك من صحى قديما قبل 2 و3 من الزمان، واليوم للأسف خفت هذه الصحوة مع وجودنا في بلاد الغرب، هذه الكم من الملايين التي انتقلت إلى الغرب، أرى اليوم انتماءات تختلف، هويات جديدة تظهر لنا، والأمر أراه بات صعبا حتى نكون واقعيين، ويجب أن تتصدى نخبة من المثقفين من المهتمين، يجب أن يتصدوا لهذا دون قنوط ودون يأس، كل شيء وارد ونستطيع أن نعمل الكثير صراحة. طيب سيد عبد الله، اللافت في السنوات الأخيرة تهافت غير الناطقين باللغة العربية إلى تعلمها، ما تفسيرك لذلك؟ والله يا سيدي أنا كنت بالأمس مع فتاة واسمها أسمى تحديدا، فتاة نعم. تركية نعم. هذه الفتاة تتكلم اللغة العربية بطلاقة، التقيت معها وكانت في زيارة هي والدتها، أقول سريعا تقول هذه اللغة أجمل ما في الكون، تصور يعني إنسانة بالنهاية هي أجنبية أعجمية، تقول هذه اللغة عندما تعلمتها أدركت أنها أجمل ما في الكون. هذه اللغة سيدي هي لغة، عندما نقول لغة القرآن ليس فقط تشريف، عندما اختارها ربنا عز وجل لتكون لغة القرآن فيها كمال لغوي في إيصال الرسائل، ما تحب وما تشاء، وطبعا الوقت قصير لنضرب أمثلة كثيرة على هذا. نعم هناك سيدي. رسائل لا تصل، يستحيل أن تصل إلا بلغتنا اللغة العربية الفصحى، ففيها جمال، فيها موسيقى، من يعرف شعرنا أستاذ الكريم، من يعرف حتى أدبنا، من تعمق بهذا يجد فيها لذة ويجد فيها إبحار في المعاني وفي إيصال، في النهاية اللغة هي تواصل ما بين الإنسان والآخر، فيجد أنها فعلا الوسيلة الأمثل للتواصل وفيها جمالية كبيرة يعني. من إسطنبول رئيس الجمعية الدولية للشعراء العرب حسين العبد الله، شكرا جزيلا لكم.